راضي عن مشوارك مع النادي الاهلي ولا حاسس انه يعني كان نفسك في مساحه اكبر او لا يعني راضي راضي جدا جدا، لكن كنت اتمنى اكتر من كده اكيد. أيوه. لان اللي بيلعب في النادي الاهلي ما يتمناش ابدا ابدا انه يلعب في مكان غيره بجد، يعني مش الكلام ده مش كلام شعارات ولا كل الناس بتقول دي حقيقه، يمكن بيجي ناس وبتشوف انت يمكن تصريحات ان ما لعبش في النادي الاهلي ما لعبش كوره، لكن انا مش بقول كده بالظبط، لكن بقول ان لا النادي الاهلي حتى لو يوم واحد فيه فيكفي بجد ان انت تحس ان انت عملت تاريخ، لكن الحمد لله اكتر من موسم اكتر من بطوله فبحمد ربنا عليه. دي قصتك مع الاهلي جوه المستطيل.